شروط الصلاة 9. هيه. الإسلام. هيه. العقل. هيه. التمييز. هيه. النية. هيه. البلوغ. الله أكبر. ده هيه. جزاك الله خيرا. هذه ده ذو تاسها. وهي سؤال شكل وحي تهي سومت قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه امسح عصوق بي سهام عبد الله موسى خديجة بنت خويلد هاي سودو الله أكبرك وما سنت هذه ده قال هذا ذكر هذه ده وديار انت يقول سلام يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن سفيرك إسلامك لغو مقعابه مركا وحا برامج قيمة بذن وان أرددكو ديري قلينينو مركا وحا نجعل لهاي روح والبا إنو نوي مادو aan isbaranno meeshan soo istaago magaciisa inoo sheego saas yar mutiin Allah inii barakeeyo gabdho qurux badan meeshan jooga wiil qurux badan meeshan ay joogan marka waxaan rabnaa su'aalad hal su'aalaha soo deynaya ruuxi garanaya soo istaaga kale intu iimaanaya ruuxan garan inuu iska fariisanaya maanta marka waxa farxad inoo ah inaan ku suganahay madrasada al-faiq oo aan qayb kamida su'aalaha safiirka la dhex wareegayno in badan sad ay intan ogeedeen waxaan wadnay su'aalo aan ardayda ku dhiirigelinayno qayb kamid maanta waxaan joognaa madarista quraanka kariimka lagu barto maantana waxaan nasiib u yeeshay inaan la wadaagno su'aalaha ardadooda al-faiq aad baan u soo dhaweynayna waa madrasa laga barta quraanka ee taxfiidka maanta marka su'aasheena ugu horeysa waxay tahay inaad ii sheegtiin waxaan ku bilaabayaa gabdhaha مادام قبله قعدت مدقق حقان أيك أكو بلابيا أبتي الوحى إيشك تان إن معناها لقوة لا إله إلا الله دو سعد سنة هاي دو سعد سنة شر معناها هاي معناها لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله إلا الله جزاك الله خيرا هذه يدي ذوي لك عضي وحى إيشكين إن هذه يدي بحدونه روحي كقولي استاسو آشا كجواب السيدة صحة وكجوابنا هذه دي سهولة كعية الله أكبر الله هاي ويلشة وحد إيشك تان أركان إسلام كوا إميسا أركان إسلام كوا إميسا ماشان إماو كأن تلقس اللي إنتاج مايو هل قفل سوب بوضع سو استاسو هل استاقو هاي سو آشا جواب تيدو حيت هاي أركان إسلام يا خواه ما هي جواب تسو آشا كاروا إميسا واي جواب شنوي هاي ايش هيك مركب؟ أركان الإسلام خمسة هاي شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هاي ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا جزاك الله خيرا الله أكبرك يا الله أكبر لها شروط الصلاة وإمساء شروط الصلاة 9 هاي الإسلام هاي العقل هاي التمييز هاي النية هاي البلوغ ما شاء الله كان مقعد أي شيء عبد الله علي عثمان عبد الله علي عثمان مدرسة لقيته مدرسة الفائق الفائق الله أكبر ده هاي جزاك الله خيرا هذه ده ذوات أصها وهي سؤال شكل وحي تهي سوما تقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه امسح عصو قبي سهام عبد الله موسى خديجة بنت امسي اهاي هرت مركون انت امسي اهاي كويتوني اهاي كويتوني حاسي اهاي مقعيد هذا يدل مرتين خديجة بنت خويلد زينب بنت خزيمة زينب بنت جحشة جويرية بنت حارث صفية بنت حيي هاي سودو الله أكبرك وما سنت هذه ده قال هذا ذكر هذه ده وديار انت يقول سلام يا وحا ايش اكتا نيكي اقول ري صحابيا
ee islaamku soo horgala ama saxaabiyadii ugu horeysay islaamku soo horgasha soo dhaw abi bakr siddiq magacaaga ugu bilaa waxa laga horeeyaa abdirahmaan ahmed ali haye abi bakr siddiq khadija bint khuwaylid allah ku barakee jasaakallahu khayran hadiyadiisi uu la kacay allah akbar daa جزاكم الله خيرا واي هي وا سؤال كلي ببلغا ميل سوتان ان عروت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مسي عين فاطمه ما هي عروت ايش ما هي عائشه على عثمان ايه فاطمه زينب رقيه متى هي عروت ترد سبعه ايه فاطمه زينب رقيه ام كلثوم عبد الله قاسم ابراهيم بس صدام رفتمانتي هي هرت مرك واي هي سؤال شيء انا كل وحي تهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مركو دمنه يم قجر بو اها عبد الله بن عثمان هي لحدني لود عطك كل قاضي مكو مقلاين دات لحدني لود يا خسر وجري لحدني لود مركه لك عيشو لحدني يا فر مركه لك عيشو لحدني صدح الله اكبر هذه دواق وقفت لكن الله اكبرك يا ابتي سدو وما سنت واي هي سؤالي انك لو حيت هي مسمع لنا سؤالي انك لو حيت هي امس الرسول ايا لو شيغه كتابك القرانك مغاي وحال دها محمد خير ادم نبيش او قران لو شيغه ولا واتشن هي هذه دي سوله انك ابو غليست الله اكبر دها سؤالك كان وحي تهي اركان الصلاه دو امسا سنت سعد سنت شيخ محمد ايه ثواني افر ما شاء الله الله اكبرك هي وما سنت هي وما سنت سدو وحي شيخان اركان ايمانك وامسا لح هي هو تري شدة ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله توحيدك امسا يا لو قيبشا عبد الرحمن حسن احمد هي اقسام التوحيد ثلاثه التوحيد الربوبية التوحيد الألوهية التوحيد الأسماء والصفات ما شاء الله الله أكبر دها تعالوا 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 هاي جزاك الله خير سدو وحين كربا سورة دوغو ليس القرآن كسورة دكتا سورة دوغو ليس القرآن كسورة دكتا اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله وفاطمة عبد الرحمن وكم يضاء معلمة مركز الفائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.